السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محبي الله ورسوله. جاء اليهود وقالوا لمشركي قريش: اسألوا محمدا عن رجل طواف في الأرض. فجاءت الإجابة من عند الله عز وجل في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين، هذا الرجل الطواف طواف في الأرض ملك صالح وليس نبي، قد أعطاه الله عز وجل قدرات عظيمة، وكان يجول ويطوف الأرض كلها ويدعو الناس إلى الله عز وجل ويلزمهم بعبادة الله جل وعلا، ولقب هذا الرجل بذي القرنين. ولا ندري لماذا سمي بذي القرنين، هل كان عنده قرنين في رأسه أو يلبس شيئا من هذا، لا ندري، ولكن لقبه ذي القرنين، ولا ندري في أي تاريخ كان، لا يهمنا. ولكن القرآن الكريم يأتي بالقصص بهدف العبرة والعظة. ذكر الله عز وجل لنا من رحلات ذي القرنين ثلاث رحلات: رحلة في المغرب، ورحلة في المشرق، ورحلة إلى قوم لا يفقهون قولا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض. ملك عنده جيش عظيم، وأعطاه الله عز وجل إمكانيات كبيرة جدا، وآتيناه من كل شيء سببا. أعطاه الله تعالى القوة والسيطرة، واستخدمها في طاعة الله جل وعلا. ذي القرنين ملك من أعبد الناس ومن أصلح الناس، لم يستعبد البشر، أعطاه الله عز وجل كل شيء، ولكنه لم يجلس كما يجلس الملوك أو أصحاب الأموال، لم يتواكل فأتبع سببا، اتخذ كل الأسباب لينشر دين الله عز وجل في الأرض. فلنقص الرحلة الأولى إذن: حتى إذا بلغ مغرب الشمس اتجه جهة المغرب. أي مغرب؟ الله أعلم بمغربه في ذلك الزمان. بالنسبة للبلد التي كان فيها، خرج منها وقصد المغرب، ولا ندري أي بلد كانت بلده، ولا ندري أيضا أي بلد اتجه إليها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد في ذلك المكان قوما، وجد الشمس تغرب في عين حمئة. ما هي العين الحمئة؟ العين الحمئة هي عين تخرج من الأرض حمئة، أي أصبحت الأرض طينا بسبب هذه العين، ثم بدأت تجف وأصبح ترابا أملس وصار اللون داكنا، وكثيرا منا ما قابل هذا المنظر. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ملك دخل بلد عنده كل أنواع القوة والجبروت، وله الحرية الآن، إما أن يعذبهم وإما أن يكرمهم. قال: أما من ظلم، يعني من يشرك، من ظل على شركه وظلمه بعد ما نذكره بالله وندعوه لله عز وجل، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ومن يؤمن فهو آمن، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءنا الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنكرمه ونعامله أحسن معاملة لأنه آمن بالله جل وعلا، وسنقول له كلاما حسنا وجميلا وأفضل كلام، ويعامل أحسن معاملة. فذي القرنين ملك عادل، وانتهت رحلته بذلك للمغرب، وبدأت رحلته إلى المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس المشرق، والله أعلم أين كان مشرقه، ولا يهمنا. وجد قوما شأنهم عجيب وغريب، قوما يعيشون منذ طلوع الشمس إلى غروب الشمس ليس لهم ستر. قيل: ليس لهم ستر، بمعنى ليس لهم سكن، ليس لهم سكن يحميهم من الشمس، بيوتهم لا تظلهم من الشمس أبدا. وقيل: ليس لهم ستر، أي لا يلبسون لباسا يسترهم.
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فماذا فعل معهم ذي القرنين؟ فعل كما في القرية الأولى، إما أن يعذب وإما أن يتخذ فيهم حسنا. ثم انتقل ذي القرنين، وهنا لم يخبرنا الله عز وجل انتقل إلى أي جهة، للمشرق أو للمغرب، ولكنه ربما بما أن الرحلة الثانية كانت في مطلع الشمس أي في جهة المشرق، فربما أكمل في هذه الجهة والله أعلم. حتى إذا بلغ بين السدين أي بين جبلين عظيمين، وكان بين الجبلين شق فتحة، دخل ذي القرنين ومعه جيشه العظيم وبهيبته العظيمة، وصل إلى قوم وجد أمه تعيش بين السدين بين الجبلين. وجد من دونهما قوما قالوا لما رأوا ذي القرنين قالوا يا ذي القرنين، وبدأوا يشتكون إليه. الله عز وجل يقول لا يفقهون قولا، كيف يتكلمون مع ذي القرنين وهم لا يفقهون قولا؟ لغة أخرى غير مفهومة، ولكن لأن الله عز وجل أعطى لذي القرنين مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فهم قوله. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين أدركنا يا ذا القرنين أغثنا يا ذا القرنين، وكان معروفا في الأرض الكل يسمع به، فهو الملك الذي لا يظلم أحدا، صاحب القوة والسلطة والجبروت. فقال ومما أدرككم؟ قالوا انقذنا، فإن هناك قوما اسمهم يأجوج ومأجوج من أجة النار ومن لهيب النار، انتشارهم كانتشار النار في الهشيم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قوم أفسدوا في الأرض كلها، آذونا، قتلونا، سفكوا دماءنا، عذبونا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ ما رأيك يا ذي القرنين أن نجمع لك مالا، ذهبا، فضة، ونعطيك ثمنا لتخلصنا من هؤلاء الناس؟ فهل ذي القرنين استغل الفرصة وأخذ أموالهم وأعانهم على يأجوج ومأجوج؟ قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد أموالكم، لا أريد دنانيركم، لا أريد ذهبكم وفضتكم، أنا أطلب الأجر والفضل من عند الله عز وجل، ولكن أريد منكم شيئا. قالوا وماذا تريد إذن؟ قال أريد رجالكم، أعينوني بقوة، أريد فقط أيديكم. هو عنده جيش، ولكن أراد من هؤلاء القوم أن يبذلوا شيئا. هكذا ذي القرنين يربي الناس ويعلم الناس. صحيح أنا لا أحتاج إلى أموالكم ولا إلى رجالكم، ولكن ابذلوا شيئا لأجل بلادكم، لأجل وطنكم، لأجل حياتكم، لابد أن تتحركوا، أعينوني بقوة. قالوا وماذا تريد منا؟ قال أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل سد بينكم وبين يأجوج ومأجوج، فلا يستطيعون الوصول إليكم أبدا. قالوا بسم الله نحن معك، وبدأ العمل والاجتهاد الجاد. قال لهم أولا أريد قطع الحديد كلها، ابحثوا لي عن الحديد. أخذوا يحفرون الأرض وينبشون في الجبال ويكسرون الصخور ويأتونه بقطع الحديد. آتوني زبر الحديد، قطعة من الحديد، يريد أن يجعل السد كله معادن. من يفعل ذلك؟ الناس تخلط حديد وأسمنت، حديد وطين، حديد وأي شيء آخر، ولكن ذي القرنين لأنه أعطاه الله عز وجل القوة أراد أن يكون السد كله قوي جدا، كله حديد، شيء رهيب جدا، شيء ليس بالسهل أبدا. فإذ به يجمع قطع الحديد بين الجبلين، وبين الحديد يضع قطع من الخشب، الخشب سيحترق ويفنى، ولكن الخشب إذا احترق سوف يذيب الحديد كله. خبرة وقوة وذكاء، حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى إذا ارتفع الحديد إلى مستوى الجبلين
قال انفخوا انفخوا الآن. ابدأوا بالإحراق. وبدأ الخشب بين الحديد يحترق، وبدأ الحديد ينصهر. بدأ الحديد الآن يذوب ويتجمع بين الجبلين، حتى إذا جعله نارا قال آتوني بالنحاس. وكان قد جمع النحاس، قال آتوني بالنحاس أذيبه على هذا الحديد. فالسد كله حديد صلب خلط بالنحاس، وهذا أقوى ما يكون من المعادن، حديد مخلوط بالنحاس. ويكتمل السد. ويهنئ ذي القرنين هؤلاء القوم بما من الله عز وجل عليهم، إذ جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا فلا يستطيعون أن يظهروه يصعدوا فوقه، ولن يستطيعوا له نقبا، أي لن يحفروه أبدا إلا عندما يشاء الله عز وجل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونعرف الحلقة الجاية إن شاء الله قصة يأجوج ومأجوج، وماذا سيحدث معهم في آخر الزمان، ومن الذي سيقضي عليهم. وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.